وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كما أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الحكومة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل. تعديل في منتهى الأهمية، بنتكلم عن تعديل صندوق مصر السيادي. صندوق مصر السيادي ده هو الصندوق اللي الفترة الأخرانية في مصر ابتدى يهتم بأثروات مصر غير مستغلة، قطع الأرض الكبيرة، الفضاء، المصانع اللي كانت متعطلة ومهمشة وملغية، هذا الصندوق قام على تطويرها. النهارده بندخل معاه الحقيقة الوزراء المعنيين بالشأن ده، كان الأول المنوط به هو وزير التخطيط فقط، الحقيقة النهارده لا، ده احنا بنقول وزير استثمار، لأن ما كانش موجود بعد تشكيل الحكومة بقى في وزير استثمار، وزير المالية داخل في موضوع التعاون الدولي عشان يبقى في شركاء جانب واستثمار اجنبي مباشر، وده هيكون له اثر كبير جدا الحقيقه في انخفاض معدل البطاله وتشغيل القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الموازنه العامه الدوليه. صندوق مصر السيادي عليه عبء كبير الفتره الجايه، وفي ظل التغير في هيكل الحكومه باضافه وزاره الاستثمار ودمج التخطيط مع التعاون الدولي، يعني كان لابد من تعديل على صندوق مصر السيادي لان هم اعضاء داخل الجمعيه العموميه لهذا الصندوق. التعديلات قائمه على اولا نقل تبعيه الصندوق لمجلس الوزراء. التعديل الثاني قائم على أن رئيس الوزراء هو المعني بتحديد الوزير المختص بإدارة الصندوق، وده هيضيف الكثير من المرونة حل حالة العقبات، السرعة في تنفيذ الإجراءات واتخاذ القرارات، ده مطلوب جدا لأن احنا بصدد مرحلة مهمة داخل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. كثير من المستشفيات تم افتتاحها التي يعني أهملت لعقود كثيرة، منها مستشفى نجاح حمادي العام، وهو المستشفى العام الوحيدة موجودة في محافظة قنا، في مستشفى يعني على يعني شهور قليلة وتفتتح مستشفى دشنة ومستشفى أبو تشت، خاصة كمان إلى جانب زيادة الدعم المالي للعلاج على نفقة الدولة.